اليوم عمليا الإيرانيين عم يتحدثوا عن تغيير بالمزاج العام بالمنطقة بعد الاتفاق السعودي الإيراني، واللي عمليا تكلل حقيقة بمصالحة سنية شيعية بالمنطقة. إجا وزير الخارجية أولا حتى يقدم المساعدات إلى لبنان، ثانيا حتى يبحث موضوع اللاجئين السوريين، خاصة أنه الرئيس إبراهيم رئيسي سوف يعني يزور الرئيس بشار الأسد بثلاثة الشهر الأربعاء. نعم، أنا باعتقادي أيضا هذه زيارة مهمة جدا، خاصة أنها أول زيارة لرئيس إيراني لسوريا. كان هناك اتجاه عند الرئيس إبراهيم رئيسي، وهذه بالمعلومات، أنه يعني سوف يقوم بعدد من زيارة المدن السورية مثل حلب، وعلى أساس يعني يزور الحميدية، يذهب إلى القلعة. خلافاً للبروتوكول قد يزور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هذه الميدان السوري. أنا اليوم بنفي أنه هو حيقوم بهذه الزيارة، حسب المعلومات أنه الحرس الثوري والأمن الإيراني يعني حذر الرئيس إبراهيم رئيسي من القيام بهذه الزيارة، وبالتالي يبدو أنه الزيارة حتقتصر على لقاء الرئيس السوري بشار الأسد. باعتقادي الشخصي أيضا أنه زيارة إبراهيم رئيسي هي لإعلان الانتصار سوريا على الإرهاب، وهذا أمر مهم جدا. الأمر الثاني يعني يحكى أيضا عن يعني اجتماع سوف يجمع الرئيس بشار الأسد مع أردوغان، يبدو أن هناك جهد سواء من الإيرانيين أو من الجانب الروس باتجاه عقد هذا اللقاء قبل الانتخابات التركية. هل تأتي هذه الزيارة يعني توقيت هذه الزيارة في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة؟ هل هناك تخوف إيراني من هذا الانفتاح العربي على سوريا، وآخر كان الانفتاح السعودي على سوريا بعد الإماراتي، وعم نشوف دولة تلو الأخرى عم تتقدم لفتح صفحة جديدة مع سوريا بعد أزمة امتدت لنحو 11 عام؟ بالعكس، أنا باعتقادي الشخصي أنه نحن الآن عدنا إلى مرحلة ما قبل 2011. يعني تاريخيا سوريا كانت هي نقطة لقاء ما بين الخليج والإيرانيين. الرئيس حافظ الأسد كرس هذه المعادلة لما كان يكون في خلافات ما بين دول الخليج والإيرانيين. عمليا اللقاءات لم تكن تعقد بسلطنة عمان، كانت دمشق هي التي تستضيف هكذا لقاءات. فأنا باعتقادي الشخصي أنه كل الموانع أو الملاحظات ربما الخليجية التي كانت على سوريا بسبب تقاربها من الجانب الإيراني، بعد عمليا توقيع الاتفاق السعودي الإيراني لم يعد يعني هناك حساسية خليجية من العلاقة السورية الإيرانية. ولكن أنا بتقديري الشخصي أنه طبعا بالتأكيد السعوديين الآن يعني عم يعملوا جهد كبير جدا، أولا من أجل عودة سوريا إلى الجامعة العربية. يبدو أنه يعني في طلب سعودي بعدم الحديث في الإعلام عن يعني هل وجهت السعودية دعوة رسمية لسوريا لحضور القمة العربية المقبلة التي ستعقد في المملكة العربية السعودية ب 19 أيار؟ لا، حتى هذه اللحظة لم توجه، لأنه كان في حديث بهذا الموضوع. كان هناك حديث، ولكن في بعض الدول يعني يبدو أنها تعترض على العودة للسورية، من ضمنها قطر، الكويت، المغرب. نحكى أيضا عن اليمن، باعتقادي أن الموقف اليمني مرتبط بالموقف السعودي، وبالتالي ممكن تذليله. أنا باعتقادي الشخصي أنه اجتماع الدول الخمسة اليوم بالأردن عمليا هو سوف يبحث بموضوع الإخراج لموضوع عودة سوريا. في حال أن الاجتماع يعني خرج يعني كان اجتماعا ناجحا، لأن من المفترض أنه يحضر وزير الخارجية السوري، وهو سوف ينقل للرئيس أسد ما تم التوافق عليه باجتماع الأردن. في حال وجدنا أن هذا المؤتمر كان ناجحا بحكم المؤكد، سوف نرى مشاركة سورية بمؤتمر القمة العربية برئاسة الرئيس بشار الأسد. وفي حال أن المؤتمر فشل عمليا، أنا باعتقادي الشخصي أنه سوف يقوم الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة إلى الرياض مع حفاوي سعودية بالغة قطعويض عن مشاركته في القمة العربية. بكل الأحوال الجانب السوري اليوم عمليا يعني هو أمام حلين. أنا باعتقادي الشخصي ربما الرئيس الأسد يفضل العلاقة الثنائية عن العودة إلى جامعة الدول العربية. لا شك أنه العودة السورية إلى جامعة الدول العربية هي أمر هام وحيوي وجيد بالنسبة إلى سوريا، ولكن عمليا ربما يترتب عليها التزامات سورية تتعلق بعدد من الملفات. باعتقادي الشخصي أنه ما تعمل عليه سوريا الآن هو التركيز على ملف العلاقات الثنائية وليس العودة إلى جامعة الدول العربية. في حال تم إنجاز هذا الأمر، الرئيس السوري بشار الأسد سوف يشارك على رأس وفد كبير لحضور القمة العربية في الرياض. وأيضا
يعني يبدو أنه في اهتمام سعودي جدا بنجاح هذه القمة. هناك حديث أنه ربما يحضر الرئيس أردوغان ويحضر إبراهيم رئيسي في هذه القمة، وبالتالي وأيضا يعني سوف يكون مشاركة للرئيس بشار الأسد في حال نجحت الجهود السعودية، بالتالي ممكن يصير في تقارب سعودي تركي على الأراضي السعودية. الأمير محمد سوف يكرر زعيما في المنطقة في حال أن السعودية نجحت بجمع إبراهيم رئيسي مع الرئيس أردوغان مع الرئيس بشار الأسد في القمة العربية، وبالتالي بيكون الأمير محمد عمليا كرس المصالحة السنية الشيعية في المنطقة.